السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل اليوم في مادة الميكانيكا الهندسية، وذلك من خلال الشابتر رقم 7 اللي هو عنوانه Distributed Forces Moments of Inertia. طيب اليوم هنشرح بروبلم رقم 3، بيعطينا هنا المعادلة هذه بتاعت الكيرف هذه اللي هي y2 تساوي mx، اللي هي نفسها الام تساوي b على ax. نفس الشيء المعادلة بتاعت الكيرف هذه اللي هي y1 تساوي kx سكوير، هي نفسها k تساوي b على a تربيع x سكوير. طيب المطلوب عاوز يعني المومنت اوف انرشيا about y axis، يعني عاوز ال i y، هذا هو السؤال. طيب هنا هنحتاج يعني عشان نجيب ال اي واي التكامل بتاع x سكوير دي اي. بالنسبة للدي اي هتكون ليليمنت هذه، يعني هيكون موازي للمحور واي، يعني المساحة هذه هتكون هي الدي اي، يعني هتكون قيمتها كم؟ قيمة الدي اي هتكون يعني أول شيء المسافة هذه كلها اللي هي تساوي الواي تو، هنحذف منها المسافة هذه اللي هي الواي وان عشان تحصل على المسافة هذه هنا واي وان، لأن هذه تساوي واي تو ناقص واي وان، تضربها في الدي اكس، هذه هي الدي اي، يعني نعوضها هنا تصبح الاي واي تساوي التكامل بتاع اكس سكوير دي اي اللي هي واي وان ناقص واي تو ناقص واي وان الدي اكس. بنعوض الواي وان، ما ننسى ان الواي وان تساوي قيمتها يعني على حسب المعطى اللي هي بي على اي سكوير اكس سكوير، والواي تو تساوي يعني بي على اي في الاكس، بنعوضها تصبح الاي واي تساوي تكامل اكس سكوير. طبعا هنا دي اكس المتغير متاعت الاكس من الصفر الى الاي، واي تو اللي هي بي على اي في الاكس ناقص الواي وان اللي هي بي على اي سكوير اكس سكوير دي اكس. طيب تتم عملية التوزيع وتصبح التكامل من الصفر من الاي بتاعت البي على الاكس تكعيب ناقص البي على اي تربيع اكس، هذا كله دي اكس. طيب التكامل متاع اكس تكعيب يساوي الربع اكس قوة 4، يعني الاي واي تصبح بي على اي في على 4 اي في الاي قوة 4 ناقص ب على اي تربيع على 5 اي قوة 5، يعني بتصبح ب على 4 اي قوة 3 ناقص ب على 5 اي قوة 3. طبعا المعامل المشترك اللي هو 20، يعني الاي واي بتكون 5 ب اي تكعيب ناقص 4 ب اي تكعيب على 20 تساوي ب اي تكعيب على 20، يعني الاي واي النتيجة النهائية تكون ب اي تكعيب مقسومة على 20. هذه هي الاي واي، يعني المومنت اوف انرشيا اباوت المحور واي. هذا هو يعني البروبلم 3. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقية الشابتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.